حراك دبلوماسي مكثف تشهده أروقة الأمم المتحدة، حيث التغى اليوم المبعوث الأممي لسوريا بوفد النظام السوري قبل أن يلتغي مجددا بوفد الهيئة العليا للمفاوضات. وكان ديمستورا أعلن بعد تسلمه وثيقة الانتقال السياسي للمعارضة السورية أن الخلاف بين المعارضة والنظام السوري لا يزال كبيرا، مضيفا أن مناقشات مثمرة وجوهرية جرت مع المعارضة السورية، وأن وثيقتها للانتقال السياسي تساهم بقدر كبير في إيجاد حل للأزمة السورية. يمكن القول بأن هذا اليوم من أكثر الأيام تكثيفا في جدول أعمال المبعوث الدولي، إذ أنه التقى تباعا أربع جماعات سورية. التقى أولا ما يسمى بالهيئة الاستشارية النسائية، والتقى بعدها مجموعة من ما يسمى بمعارضة الداخل، ثم التقى واجتمع بوفد النظام السوري، ولاحقا بعده كان هناك اجتماع مع الوفد الذي عينته الهيئة العليا للمفاوضات السورية. في لقائها بالمبعوث الأممي اليوم، أكدت المعارضة السورية حرصها على التحرك بسرعة في إطار خطة للأمم المتحدة على مدى 6 أشهر للانتقال السياسي في سوريا. وتقدمت المعارضة برؤيتها التي تدعو إلى التفاوض بشأن تشكيل هيئات حكم انتقالية كاملة الصلاحية وفق جنيف واحد لا وجود فيها لرئيس النظام السوري بشار الأسد. يعني هنا في جنيف أعتقد أنه الآن يعني حان الوقت للدبلوماسية أن تتكلم، يعني بدلا من القتال وبدلا من القتل في سوريا، بدلا من استهداف المدنيين، لابد من أن يجتمع يعني الطرفين، ولو أن المفاوضات تبدأ يعني بشكل غير مباشر، لكن جميعنا يعني جادون أن تنجح هذه، لكن هناك شكوك في الطرف عند شكوك عندنا على الطرف الآخر. تعارض الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل فصائل عديدة من المعارضة السورية مشاركة أي وفد معارض آخر في مفاوضات جنيف، معتبرة أن وفد المعارضة الثاني وفد القاهرة موسكو لا يملك تمثيلا حقيقيا على الأرض، وأن مشاركته في المحادثات مسألة مثيرة للجدل. وجددت المعارضة تمسكها بملف المعتقلين من قبل النظام السوري وضرورة جدولته في المحادثات المنعقدة حاليا بجنيف. الطرف الذي يمثل النظام السوري كان يحرص حتى هذه اللحظة، حتى اليوم، على أن يجعل من المسألة الإجرائية شرطا أوليا، بمعنى أنه يريد أن يوسع تمثيل طيف ما يسميه المعارضات السورية إلى أكبر حد ممكن، أن يشرك أكبر عدد من المعارضات التي يعتبر أن بعضها وخاصة مجموعة موسكو والأستانة بالإضافة إلى معارضة الداخل يعتبر أنها أكثر قربا وأكثر مرونة في التعاطي معه، وبالتالي فإن إدماجها سيؤول في الأخير للصالح. رغم الحراك الدبلوماسي الذي تشهده الأمم المتحدة والاجتماعات المكثفة التي يعقدها المفوض الدولي لسوريا، إلا أن المفاوضات لا تزال تسير على وتيرة واحدة. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة، جنيف.